أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمناقشة العلاقات بين البلدين. حسب بيان صادر عن الكرملين أمس الاثنين، قدم بوتين أثناء المكالمة الهاتفية تهانيه مرة أخرى إلى ترامب لانتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة، مؤكدا على أن روسيا مستعدة لإنشاء آلية الحوار مع حكومة الأمريكية الجديدة على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون داخلية. وبحسب البيان، عبر زعيمان عن عدم رضاهما عن الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين وعن أملهما في تحقيق تعاون إيجابي من أجل دفع تطبيع العلاقات الثنائية وإجراء التفاعل البناء بين الجانبين حول العديد من القضايا والملفات. وأشار زعيمان إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وبذل الجهود المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، وناقش القضايا المتعلقة بالأزمة السورية. وحسب البيان، اتفق الزعيمان أيضا على الحفاظ على اتصالات هاتفية مستمرة وإجراء اللقاء في وقت مناسب. هذا ووفقا لوكالة روسيا اليوم للأنباء، فقد أعرب ترامب لبوتين أثناء المكالمة الهاتفية أن رغبته في إنشاء علاقات أمريكية ثابتة وطويلة المدى مع روسيا.